نظرة الخبرة. هذا اللاعب عينكم عليه، وأيضا المقابي رقم 15 لاعب خطير. وهني أيضا دور المحترف الجيلاني، وبداية انطلاقة هذا اللقاء، البداية مع القرين. هل هو دفاع متقدم بالبداية على اللاعب؟ شوف على اللاعب البوسني، هذا اللاعب البوسني أكيد صوب من بعيد، مسافات بعيدة، فأكيد بيبعدونه. هني تبادل في المراكز في إعاقة. شوف الدائرة أعزائي المشاهدين، الدفاع المتقدم لاعب المهاري، هل يستفيد القرين من التقدم في الدفاع على مهاجمين؟ وهذه أول كرة الشمال توصيل، لكن في عاقة في عاقة في عاقة. هذا الجيلاني لاعب سنتر، والشمالي أيضا لاعب يصوب هذا الشمال. شوف طريقة تقدم 3-2-1 ويقطعها. برافو برافو يا مبارك. أول كرة القادسية، وكرة سريعة. هذا اللاعب حبيب سالمين، حبيب المقابي المقابي المقابي. برافو برافو يا المقابي، احمد المقابي البحريني، هذا اللي ذكرته. شوف طريقه سليمه الهجوميه اللي نفذها نادي القادسيه، الضغط بين اللاعبين ودخول المقابي بسهوله. طريقه الدفاعيه المتقدمه، هل راح تربك الخط الخلفي؟ هل راح تربك المحترفين؟ هذا السؤال، هل راح تربكك يا محمد الجيلاني وانت لاعب يعني تونس ومعروف؟ نزول 4-2، وهذا الثغرة دفاع قوي. حاول القرين اختراق منطقة الوسط، تبديل بمراكز، نزول 4-2 على الدائرة الجيلاني. دفاع قوي، برافو يا دفاع القادسية، برافو يا محمد حبيب، دفاع قوي من القادسية. الشمالي الجيلاني حاول، عندهم مشكلة، والشمالي وهذا اللاعب، لكن صلبوخ يا فهد، برافو. وكرة سريعة، راح يهدي هني، ما يهدي هني، ما راح يهدي هني. المقابي البحريني المحترف، برافو يا فهد، صد له حارس مرمى. شوف الكرة لقاله ثغرة، لاعب يدور الثغرات، والاختراق بتمويه وبفن. شوف المقابي، برافو، مهارك يا الصفار، حارس مرمى. وهذه كرة محاولة، كمل، لكن في إعاقة. محاولة اختراق الدفاع المتقدم، بارك، ودفاع قوي، برافو. شوف محاولات، يحاولون الاختراق من وسطه، في عاقة. راح يهدي. وهذا اللاعب اللي تكلمنا عنه، جيلان للدائرة، لكن فيه خطأ على لاعب الدائرة. التحجيز، جاسم سويلم يصور الاختراق. هاي يقول 4 خطوات، في عاقة، هذا سالم يقول 4 خطوات إعاقة، عطى الفرصة لكن يقول 4 خطوات. هني شوف الكرة، هاي الإعادة، في دف، نعم في دف، لكن هي 4 خطوات، لو 3 خطوات راح تنحسب أكيد. سالمين الصغير، اللاعب الصغير عبد العزيز سالمين يقود المحترفين. الدائرة، شوف التبديل بالمراكز، الضغط، يا سلام، كملها يا ابو خضر، لكن حارس مرمى صفر. برافو عبد الله الصفار، هذا الصفار، برافو. كره سريعه ودفاع قوي، دفاع قوي، محاوله اختيار يعني الدخول في منطقه الوسط، اختراق منطقه الوسط، شوي راح تكون صعوبه. هذا لاعب الدائره محمد حبيب، انذار، وهذه أول كرة، رمية جزاء، يقول رمية جزاء الحكم،
رمي جزاء. هنشوف بالإعادة، شوفين الدخول داخل المنطقة، داخل المنطقة يقول حكم جاسم اسويل رميت الجزاء. من راح يصوبها المحترف نيفين. هنشوف تصويب كل قوة نيفين على حارس المرمى على صلبوق. هدف، الهدف الأول، الهدف الأول. دفاع 6-0، شوف الدفاع 6-0. هنشوف شنو التكتيك اللي راح نبدأ، هل راح تكون عند محمد حبيب أم إلى الأطراف الأجنحة؟ تبادل المراكز، الضغط راح يصير، الضغط والدخول. يا سلام يا سلام عليك يا محمد حبيب، برافو برافو الغطسية، برافو يا محمد حبيب. شوف الاختراق والدخول، برافو الغطسية. الكرة هذا الجيلاني، الجيلاني التصويب لكن في عاقة، في عاقة. شوفيني حاول يصوب لكن في عاقة قبل، صفر الحكم. كرة مع القرين، تبادل بالمراكز. يا سلام، كمل كمل وخذ رمية الجزاء، كمل واخذ رمية الجزاء والانذار. لكن حكم يقول من برا، محمد العربيد، شوف محمد العربيد ومن برا، نعم من برا ما كمل الكرة، لكن الحكم الأحمد يقول انها من خارج امتار 9 متر. هنشوف الجيلان، هذه الكرة المحترف الدائرة، دفاع قوي، دفاع يقول ما فيها شيء، يقول حكم ما فيها شيء، الفاول على اللاعب البوس. وهذه كرة سريعة وكمل إلى الجناح، ويا سلام لكن حارس مرمى. الله عليك يا الصفار، الله عليك يا عبد الله الصفار، مشعل سويلم الخبرة مشعل، لكن ما فيها شيء، أيضا ما فيها شيء. كرات سهلة من الفريقين سالمين وللدائرة. الله 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 عليك، يا سلام عليك يا العطية، هذا عبد الله العطية الدائرة، عبد الله العطية كرة من المقابل، الكرة الله كرات صد فيها حارس المرمى الصفر. شوف الطريقة الدفاعية المتقدمة، نشوف شوف الكرة هذه والاختراق. هذا هو الجيلاني، هذا الجيلاني، هذا التونسي الجيلاني، برافو. هاي تصديات حراس المرمى القرين من 6 كرات 2، وهني كرة واحدة. كرات، هاي الكرات السهلة، الكرات هنا الأخطاء الفنية 3 و1 تو الحين حق الغاتسية محمد حبيب. يعني الأخطاء، الأخطاء البسيطة. دقيقة 8، نشوف هذا الهدف، هذا الجيلاني، هذا الجيلاني التونسي المحترف، لاعب ذكي جدا هذا اللاعب. نشوف، لاحظ ان الضغط على المحترفين، تحرك تحرك من زمان وسجل، برافو يا سلام عليك. هذا اللعب هني عدم الاستعجال، شوف التبادل المراكز والنزول على الدائرة وتسجيل الهدف الثالث للقرين. نشوف كرة اليد، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام عليك، برافو لاعب دائرة ممتاز هذا اللاعب، بغفلة من مدافعين، بغفلة من مدافعين توصيل الكرة، يا سلام برافو. كرة مع الجرين كناري، لازم لاعب يطلع، إيه لازم لاعب يطلع، لازم لاعب يقول له تعال خل أخذ منك الكرة وسجل. وهذه الكرة اللي أنا أتكلم عنها، قلت لك يقول تعال تعال أخذ الكرة وردها لي مرة ثانية. شوف يبي لاعب يسلم الكرة، هني الاختراق وهذا الهدف الرائع منك يا الجيلاني. شوف
تمويه الرائع من الجيلاني وهدف. برافو برافو الجيلاني. دفاع الغاتسية يعتبر يعني قاعد يخترق من لاعبين الجرين. نتيجة 5-4 المقابي. شوف الدفاع الغويني. وهذا الحبيب الحبيب يا سلام عليك يا الحبيب. شوف التصويب من وين. 9 أمتار. محمد الحبيب محمد الحبيب المحترف البحريني. نتيجة 6-4. شوف الجرين لعبة حلوة لكن الدائرة اللي ما تحرك راح حق الكرة. لا توقف روح حق الكرة. انت اطلب الكرة. وهذا الهدف. يا سلام على الغاتسية ويا سلام عليك يا حسن المهدي. حسن المهدي يلعب بالدفاع يلعب دائرة ايضا. شوف اكثر من مرحلة الفاست بريك. يا سلام يا سلام عليك يا المهدي. يا سلام عليك يا حبيب الحب. وصل الكرة وسجل الهدف السابع. شوف الطريقة الدفاعية المتقدمة الجيلاني. هذه الطريقة هذه. هنشوف رمية الجزاء. توقعت رمية جزاء رمية جزاء. والمدرب يبي دقيقتين وفي دقيقتين على محمد حبيب على محمد حبيب لأن الساعة أيضا على إنذار. شوف شوف هني محمد حبيب. نعم نعم رمية جزاء 100%. هي تكفي دخول محمد حبيب داخل المر. الخبرة حارس المرمى سلمان المزعل. الخبرة أمام المحترف نيفي. أوه وين 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 يعني هذا المحترف البوسني نيفين. تصويب شوف فوق فوق فوق. وين يعني وين يعني كرة مو يعني ما ظنتي أنا بس اللي ما توقعت أنها تروح. هذا وليد هذا وليد مدربنا الوطني وليد فيروز ومساعدة أمجد. تصويبة رمية الجزاء فوق. الكرة قد ساوية. هنشوف صراحة ينفذ الغاتسية. غاتسية طبعا النقص العددي. وهذا اليحيوح اليحيوح. لكن وين اليحيوح ابعد. يعني استعجال من لاعبين نادي الغاتسية بالتصويب والنقص العددي. لكن وصول. يا سلام يعني. يا سلام يا سلام. عطنا اياه عطنا اياه اللاعب. عطنا هذا اللاعب رائع بالجناح. شوف يا سلام عليك يا سلام عليك يا فرج 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 السلام. على فكرة هذا اللاعب لاعب منتخب الشباب لاعب تحت 19 سنة. فرج السالم هو أيضا عبد الهادي. هذا فرج هذا فرج السالم. برافو يا فرج. أيضا عبد الهادي أشكناني لاعب طلب وقت المستقطع. طلب وقت المستقطع كابتن وليد. الكابتن وليد يطلب الوقت المستقطع. طلب الوقت المستقطع. خلك وياي كمل بس قبل ما يقدم. ما تنسى زيزو هنا. اوكي مقابل تقدم نفسك هنا. تلعب بالخارجي اكثر. عزوز تسحبيني ها. تلعب بالخارجي نخلصها من هنا ها صوب هذا. اسمعني اذا طلع هني وسلم الكرة عزوز. اطلب الكرة على طول تلعب بعدين بالخارجي. شوية بالكرة. يا حيوح ما قدرت تعطي سعود. انطر اوقف قبل لا تنزل. عزوز عطى وانزل بعدين. فهمنا؟ زيزو اي اذا ما قدر يعطيك باص ها؟ يطلبه وليد فيروز. نتيجه 7-5. طبعا اكيد يبي يستفيد يبي يسجل الغاتسيه. بس عندنا النقص العددي 26 ثانية على النزول. طبعا شوف من غير حارس مرمى. خل نشوف الطريقة. هل اليحيوح راح ينزل على الدائرة؟ خل نشوف شوف الطريقة اللي راح ينفذها. يعني محمد حبيب خروج محمد حبيب مؤثر. وهذا سويلم جاسم سويلم. نشوف الطريقة اللي راح ينفذها بقيادة
لاعب السنتر عبد العزيز سالمين، هل راح يلعب 4-2 نزول وراح تكون نهاية على الأجنحة أو لاعب الدائرة عبد الله العطية؟ خلينا نشوف، نزول على الدائرة، نزول على الدائرة، وهذا العطية ما استلمه وردتنا. هذا مو العطية، خلينا نشوف المهدي، هذا المهدي، هذا المهدي لاعب الدائرة، توقعت العطية طلع المهدي، استلم الكرة وسجل الهدف. برافو برافو، وهني كرة، هدف هدف هدف. يا سلام عليك يا سلام عليك يا فرج، ما شاء الله تبارك الرحمن عليك يا فرج السالم. هذا لاعب منتخبنا للناس الشباب، هذا لاعب منتخبنا الشباب، لاعب تحت 19 سنة. برافو عليك، يعني واضح ان اللاعب عنده جرأة، ان امام القادسية، امام الكبير نادي القادسية، فالدخول يعني هذه الخامات الطيبة اللي نتمنى لها المستقبل. هذا اللاعب من اللاعبين اللي عندهم جراءة انه يدخلون. فنشوف الهجمة هذه، اكتمال صفوف القادسية، حبيب 4-2، المقابي الى محمد حبيب والمقابي، تبادل طبعا، متفاهمين من صغرهم متفاهمين. ونشوف هذه اول دقيقتين، السلام لك، لعبة حلوة وتكتيك حلو، وانذار في مسك في مسك في مسك. 54 ناصر الدوسري، على ناصر الدوسري، هذا ناصر، ناصر الدوسري يقول في دفع، في دفع يا ناصر. 4-2 راح يصير الضغط، محمد حبيب إلى سالمين، والجناح مبارك الغام الغام، غير محظوظ يا مبارك، والمحظوظ هو عبد الله صفر حارس مرمى القرين، وكرة سريعة الاستعجال، شوف الاستعجال الشمالي، الاستعجال وفاست بريك، المهدي إلى الجير، يا السلام يا سلام عليك، برافو يا سعود، هذا سعود، هذا سعود نواف، برافو برافو. الفاست بريك الجماعي، شوف المهدي وصل كرة لسعود، قال له سجل وسجل سعود، هدف التاسع، الاستعجال الاستعجال والتصويب تكون مشكلة. هنشوف كرة هذه، 5-1 بالدفاع، 5-1 تبادل، نزول على الدائرة، هل راح يكون لاعبين على الدائرة والضغط إلى الجناح، نبيل إلى الدائرة، لا تغيير دفاع قوي، كمل، لكن في عب. برافو اللاعبين القرين، يعني لاعبين شباب يتحركون، سواء من الجناح فرج سالم عبد الهادي أشكناني، وأيضا لاعب الدائرة كان بإمكانك الجيلان توصل له الكرة، لكن حارس مرمى، برافو، الله 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 على التمرير، والله عليك يا الصفار، برافو يا الصفار. يعني المهدي وصلت لك كرة يا المهدي، حسن المهدي وصلت كرة لك، شوف التمرير من وين، يا سلام عليك يا سلام على هالتمرير، ويا سلام عليك يا حارس مرمى عبد الله الصفار. وهذا محمد حبيب، محمد حبيب والمقابي، خنشوف نزول ايضا محمود علي في الجناح الايمن، نزول على الدائره، 4-2 4-2 وخروج مره ثانيه، اوه من وين من وين من وين يا الحبيب، من وين من وين يا محمد حبيب، جيت من وين، شوف الذكاء، يا سلام عليك، شوف الذكاء اللاعب، وشوف التصويب المفاجئ على الصفار عبد الله، انت حارس مرمى كبير يا عبد الله الصفار، وايضا محمد حبيب كبير، وهذا مدرب رادكو، مدرب القرين، هذا وليد فيروز مدرب القادسية، شوف ايش راح ينفذ الجيلاني، هذا شوف تحركات نادي القرهين، برافو برافو فهد، حاول فهد صلبوخ اللي سجل هدف اللي هو محترف، نيفين شوف نيفين البوسني، يعني واضح واضح اللعب في نادي القادسية
تجديد الرغابة على المحترفين الاثنين. يعني الخطورة كلها عند الجيلاني وأيضا عند هذا اللاعب الممتاز بصراحة، لاعب سنتر، لاعب ناشئ، عبد الهادي أشكناني، لاعب ممتاز، لاعب منتخب أيضا الشباب، يعني لاعبين ممتازين وخامة طيبة جدا يعني لكرة اليد الكويتية. نتمنى إن شاء الله نشوفهم يقودون منتخب هذا. طبعا فرج، هذا فرج، هذا الجريء، اللاعب الجريء الجناح الأيمن. شوفوا هنا المسك، شوف المسك، صايدتك الكاميرا يا فرج، صايدتك الكاميرا. وني محمود حبيب المقابي، الحبيب الجناح محمود علي فيروز. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام عليك يا، يا سلام عليك يا عبد العزيز، كم انت رائع. وفي دقيقتين الشمالي، الشمالي ام 92، خلينا نشوف العربيد، العربيد هني المسك، ام العربيد ام الشمالي، العربيد ام الشمالي، في دقيقتين راح نعرف. والسلام، هذا رمية الجزاء، المحترف البحريني الحبيب هذا محمد العربي. شوف لاعب، لاعب يعني لاعب متمكن، لاعب رائع محمد حبيب. نقص العددي، النقص العددي في صفوف القرين، هل يستغل القادسية من غير حارس مرمى؟ طلب وقت مستقطع، طلب وقت مستقطع، طلب وقت مستقطع. هذا فواز الملا رقم 29، طلب وقت مستقطع. النتيجة 11 القادسية 7. Listen to me, Nasser. Here cross Michelin. Make pass to Hadi. Only one dribbling. Here. Wait 1 second. Make pass to Mehmet. Mehmet. Cross Michelin. You understand? But you must be dangerous. Go to shoot. Then cross for this. Leon is here. Hey, hey, tell him he's middle player. Just come one step, make pass to and make change. الوقت مستقطع. يعني كلام المدرب رادكو واضح، كلام المدرب واضح، وحالة الغضب خاصة لما نكلم نيفين المحترف حكام الطاولة. يعني كلم نيفين المحترف البوسني بقوة، شوت، وهذا فهد يعني واضح في تكتيك راح ينفذ القرين أكيد بقيادة الناشئ، الشباب، لاعب الشباب نقول عبد الهادي أشكناني. شوف الطريقة، شوف تبادل في المراكز. وين حارس مرمى يا فهد، يا فهد، يا فهد، برافو يا فهد صلبوخ، حارس منتخبنا الشباب فهد صلبوخ. الجيلاني، كمل يا الجيلاني. أوه شوف وين وصل، شوف وين وصل هذا اللاعب، برافو يا نيفين البوسني. شوف نيفين البوسني وين وصل، خلاص هو يبي المنطقة هذه، هو يبي 9 متر، فلما يوصل 7 متر ايش راح يسوي؟ لا سجل، ايه سجل. 11 الغاتسية 8 القرين. في عاقة طبعا، نشكر الاتحاد الكويتي بصراحة، نشكر هرم كرة اليد ناصر صالح والأعضاء المتواجدين مع الشباب اللي أتاحوا لنا يعني جمالية كرة اليد في الدوري الكويتي. بصراحة تغير خلاص الحين، يعني أنا أقول دورينا غير، الخليج يتكلم عن دورينا غير، الخليج يتكلم أن الدوري الكويتي أصبح خطير جدا. عليكم بالمتابعة بالمحترفين. وهذه الكرة من محمود عل، يا سلام عليك، هذا محمود، برافو يا محمود بالجناح. القادسية الأفضل، ليش الأفضل؟
يعني يمكن يقول احد كابتن عيسى يتحيز، لا الافضل، لان بتوزيع الكرات تسجيل الاهداف ما اعتمدوا فقط على الثل، لا قاعد يعتمد على اطراف، يعتمد على عبد الله العطيه، ايضا اعتمد على المهدي بالدائره، واعتمد الحين على محمود، وقبل الله اعتمد على عبد العزيز. وهذه الكره، شوف هذا اللاعب طلب الوقت المستقطع، وقلت لكم ان المدرب يعني كانت عصبيته واضحه على هذا اللاعب، يقول له شوت، وهذا الهدف طا من وين يندفع بقوه. وهذه الكرات السهله، الكرات السهله اللي يستغلها لازم القرين ويسجل الهدف رقم 10، لكن حارس مرمى كم انت رائع يا صلبوخ يا فهد، برافو يا فهد. وهذه كرة الفاست بريك ومحمود، وبرافو اصلا برافو، لغة مهم للفريقين، كثرة الأخطاء تخسر. شوف التصويب من الجيلاني الغير موفق، لكن براعة حارس مرمى أيضا. الفاست بريك، شوف الفاست بريك الجماعي، برافو للفريقين. 13 آخر، ندخل على آخر 8 دقائق، 13-9، في تكتيك، نعم في تكتيك، التكتيك موجود، كمل واخذ رمية الجزاء يا شكرا، يا سلام عليك لاعب جريء عبد الهادي أشكنان، برافو. هذا الأحمد، شوف شوف الجراءة من هذا اللاعب، يا سلام عليك يا سلام عليك، لاعب منتخب تكلمنا، وهي من الخامات اللي إن شاء الله لا مستقبل. وني الجيلاني، الجيلاني وهدف، برافو يا الجيلاني، الجيلاني التونس، الجيلاني محمد الجيلاني يسجل الهدف العاشر، 13-10، استمرار القرين. وهذا المدرب، شوف عصبية المدرب، الدفاع 6-0، هل راح يتغير الدفاع؟ ممكن يلعب 3-2-1، 5-1، البحرينيين قادرين بالاختراق، اليحيوح، هذا اليحيوح، وهني المقابي، السلام السلام عليك يا المقابي، خلاص خلاص صفر صفر الحكم يا عبد الله، لا تكلمه عشان لا تاخذ دقيقتين، خلاص صفر لك الحكم، شوف في دف منكم من تبي دقيقتين، حكم اعطاك ما في دقيقتين، قال خلاص اعاد. هذا اللي نبيه احنا، ابتسامه، نبي هالابتسامه يا عبد الله منكم من غيرك داخل الملعب، نبي المتعة، نبي متعة كرة اليد، نبي نبتعد عن الحكام ونبتعد عن أي شيء غير إننا نلعب بمهارتنا وبفننا. والطريقة تبادل مراكز، المقابي إلى الجناح، محمود عبد العزيز، كرة افتلتت منك يا المقابي، الكرة افتلتت منك، وكرة سريعة يا مشعل، كرة سريعة يا مشعل وما فيها شيء. وشوف الهدف، الهدف، تحرك هذا اللاعب نبن، نبن تحرك نبن، بعد الوقت المستقطع، بعد الوقت المستقطع، ويعني غضب المدرب على هذا اللاعب، عاد هذا اللاعب وسجل تقريبا 3 أهداف، برافو، قلص الفارق هذا اللاعب نبن إلى هدفين، 13. وهذا المدرب، قلت غضب هذا اللاعب على، وذاك قيد قيد جميل، وهذا عبد العزيز، هذا وليد فيروز مدرب مدير فني، هذه تصديات فهد، السلام عليك يا فهد صلبوخ، شوف فهد صلبوخ ما شاء الله ما شاء الله عليك يا فهد، وهذه الكرة، برافو فهد صلبوخ حارس مرمى منتخبنا، الكرة مع الغاتسية، عودة محمد حبيب، نزول الجيمازة الخبرة، ناصر بخضرة، ناصر بخضرة، محمد حبيب، 4-2 على الدائرة، راح يكون لعب سلبي، لعب سلبي بالفعل وما استلمها، يقول بريلك، يقول ما فيها شيء الحكم، ما فيها شيء، هذا اللي احنا نتكلم عنه، لا تنطر الحكم،
روح حق الكرة، أخذ الكرة، بعدين فكر بالحكم، شوف شو اللي صار. يا فهد يا فهد يا فهد يا فهد، يا سلام عليك يا فهد. فهد صلبوخ تصدى لكرة محمد العربي، شوف الكرة خلاص ما فيها شيء، العب، قال لك العب. برافو، شوف الكرة من المحترف البوسني نيب إلى العربيد، لكن فهد 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 غانم صلبوخ، كابتن غانم صلبوخ بعد والده ما شاء الله، يعني هناك قدم وهني اليد. هنشوف الكرة هذه الجناح، وين يا ناصر؟ وين يا ناصر؟ شوف الكرات السهلة في كرة اليد، هذه الكرات السهلة في كرة اليد. والدائرة مرة ثانية أعطاك إياه، قال له هالمرة لا، قال له أول مرة راحت، قال للعربيد الكرة الأولى طوفها لي والثانية راح أسجلها. وشوف العربيد، برافو يا العربيد، برافو برافو. شوف فرق هدف واحد بعد ما كان القادسية متقدم فرق ثلاثة، هدف واحد، هدف واحد. الجيماز هنشوف طريقة تقدم اللاعب ابن علاء محمد حبيب، أخطر لاعبين نادي القادسية والمحترف. الجيماز راح يوصل للدائرة، سلام عليك يا الجيماز بالخبرة، بالخبرة الجيماز، بالخبرة صالح الجيماز بالخبرة، بمهارة فردية، شوف بمهارة فردية الجيماز، الخبرة، شوف الخبرة هني، شوف لا وعلق الكرة بعد، هم علق الكرة يعني بالخبرة أيضا. نقول لك يا الجيماز طريقة الدفاعية مستمرة، القادسية 14-12 القرين، القرين والله في عاقة في عاقة في عاقة في عاقة. هنشوف فواز الملة لاعب الدائرة، فواز الملة حاول يستلم كرة ايد واحدة لكن دفاع قوي. شوف الطريقة، راح يلعبون 4-2 نزول على الدائرة، هنشوف او ضغط، لكن في دفاع قوي، في دفاع قوي، يعني مفروض يستقل، يعني ما شاء الله جسم البنية الجسمانية صوب من بعيد، صوب من بعيد، يعني انت قاعد تلصق في المدافعين. وهذه كرة، الله، اذا بقول اذا بقول الله عليك يا حكم وعيدها لنا، عيدوها لنا. شوف الاحمد شلون عطى الفرصه، مشي الكره، هذه كره اليد وسلاسه كره اليد عند ناصر بخضرة، والهدف برافو. شوف التصوير، الله الله الله، شكرا شكرا وزاره الاعلام، شكرا قناتنا، شكرا مصورينا وفن التصوير عندنا، شكرا. شو اللي حاصل هنا يا مطوع مراقب الفني؟ شنو اللي حاصل؟ الأرضية، أرضية، أنا متعود عليك يا مطوع لما تقوم يعني في كرت أصفر ولا دقيقتين. لا الأرضية، مراقب حكمنا الدولي أحمد المطوع، وأيضا الكابتن مراقب الإداري علي عباس، كابتن الكبير حارس مرمى منتخبنا السابق نادي العربي. طريقة دفاعية مستمرة للقادسية، الضغط على الخط الخلفي، هذا الجدي، هل هذا الجدي بالسنتر؟ هنا عمل الجدي، الجدي لاعب ممتاز على فكرة. والجيلاني يا فهد يا فهد، في عاقة في عاقة في عاقة. هنشوف لاعب 4-2 على الدائرة، يا سلام ما استلمته، خلاص انت ما استلمت الكرة، اعطاك كرة سهلة استلمها وانت مصر تستلمها بيد واحدة، مصر انك تستلمها يا فواز بيد واحدة. لا لا شوف متحسف فواز، متحسف لانه عارف نفسه انه هو ما استلم الكرة، خذها بيدك الثنتين يا فواز، استلم الكرة. ونشوف هذه الكرة بقيادة الجيماز وبخضرة حبيب البحريني، في عليك حكام ما شاء الله عليك يا لحم، صاحيين
هكامنا صحيين ومشعل سويلم الطلقة 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 هذا الطلقة سويلم ما شاء الله عليك يا مشعل سويلم الطلقة مشعل سويلم نجم كرة اليد نجم كبير في كرة اليد الكويتية شوف 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 يعني أقول بصراحة أشوف الحين التصوير أقول أخي ما صارت على أيامنا اللقطات هذه وهذه اللقطة الجميلة يا سلام عليك يا بخر يا سلام الغدسية ما خلوني أكمل يا شوف شوف شوف, شوف. صالح حرك منطقة الوسط صالح وهني كرة المحترف يا سلام هدف هدف مباراة ممتازة مباراة ممتازة لكن في الدفاع نعم في أخطاء دفاعية في أخطاء دفاعية حراس مرمى ما قصروا الهجوم الفريقين مو مقصرين قاعد يطبقون لكن أرد على نقطة حلوة التصوير يعني لو على أيامنا أكيد راح أتمتع أنا بالهدف اللي راح أسجله وأتمتع بأهداف يعني زملائي وهذه الكرة هنشوف بخضرة بخضرة يا بخضرة يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا الأصفر يا سلام يا عبد الله عطي عبد الله العطية كم أنت رائع يا لاعب الدائرة ويا أبو خضرة وخلاص خلاص خلاص شوط أول انتهى تقدم الغاتسية بنتيجة 17-14 بفارق 3 أهداف فنعود معكم بعد قليل إلى الشوط الثاني استراحة قصيرة اترككم الآن مع الزميلي عبد الله النوري وضيوفه بالاستديو التحليل الكابتن علي المذن والدكتور محمد السماش تفضل زميلي عبد الله شكرا لي زميلي عبد الله النوري من استديو التحليلي والكباتن كابتن علي المذن وكابتن الدكتور محمد السماج شوط ثاني اعزائي المشاهدين تقدم غدساوي على القرين 17-14 شوط ثاني شوف ايش راح ينفذ الغدسيه بقيادة محمد حبيب لاعب السنتر شوف الطريقة اللي راح ينفذها تبادل المراكز عودة سالمين المخادع هذا اللاعب المخادع عبد العزيز المقابي تبادل المراكز السلام إلى الدائرة لكن ما فيها شيء خلاص ما فيها شيء لأن لو تسجلت هدف راح يحسم الحكم هدف هذه كرة سريعة التونس مشعل يا مشعل يا مشعل يا مشعل يا سويلم الله عليك يا مشعل سويلم مشعل سويلم بذكاء الطلقة مشعل السويلم برافو طبعا بعد هذا اللقاء بصوت الأستاذ الكبير معلقنا ومعلمنا كابتن جاسم الذياب راح يعلق لقاء السالمية والعربي
ونكهة هذا اللقاء بصوت كابتننا الكبير المعلق الأستاذ جاسم الذياب. مباراة نارية أكيد راح تكون بين الفريقين، ونشوف هجمة الغاتسية والدفاع المتقدم والمقابي. يا المقابي الله عليك يا المقابي، هذا المقابي أحمد المقابي باختراق لاعب ممتاز، لاعب مميز، شوف يعدي بسهولة أمام مدافعين القرين. الدفاع المتقدم الغاتسية يتقدم بالدفاع، شوف 3-3 تقريبا قاعد يلعب 3-3 تقريبا، التونسي الجيلاني والمحترف. ونشوف هذا اللاعب اشكره، هل راح تعطي مجال؟ دحل يا دحل، يا سلام عليك، يا سلام يا مبارك، برافو، هذا مبارك الخبرة، هذا الخبرة مبارك دحل، يا سلام عليك يا ابو، يا سلام عليك يا مبارك بالخبرة من الجناح. شوف الطريقة الدفاعية 3-3، يعني أي لاعب يخترق المدافع اللي أمامه خلاص راح يصير له مساحة بالدخول هذا. إذا يا لأي لاعب، شوف مبارك مساعد أحد بإمكانه ينزل حق الدائرة، يوصل الكرة حق الدائرة، لكن سجل هدف. دفاع 6-0، سالمين محمد، سالمين المقابي للجناح، كمل وسجل يا محمود، يا محمود يا محمود يا محمود علي، محمود علي، شوف هذه كرة اليد، أتكلم وأكرر وأقول من الجناح للجناح، من الجناح للجناح، محمود علي طبعا لاعب سالمية موسم سابق مع نادي سالمية مع نادي القادسية، قاعد يلعب أساسي، لاعب متمكن. نشوف الهجمة هذه من أشكناني، يا زينك يا عبد الهادي أشكناني، وانت تغود المحترفين تعلم منهم، احتك فيهم وكمل وعطها، عط الجيلاني وادخل يا الجيلاني وسجل، رمي الجزاء يقول ما فيها شيء، ما فيها شيء، ما فيها شيء، ما فيها شيء، الحكم برافو، حارس المرمى يا العربيد، امامك حارس مرمى معك في منتخب الشباب، فهد صلبوخ، يا فهد يا فهد، حارس المرمى، شوف الطريقة الدفاعية، الهروب من الرقابة هدف، الهروب من الرقابة هدف، الهروب من الرقابة هدف. خلينا نشوف الجيلاني أشكناني في عاقه، في عاقه، الهروب من الرقابة هدف، خلينا نشوف، وهذا اللاعب الهروب، 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 انت الهروب الكبير يا اشكناني، يا سلام عليك يا اشكناني، انت الهروب الكبير يا اشكناني، من لاعب محترف، لاعب كبير بحريني اسمه احمد المقابي، شوف يوشو، يا المقابي اكيد بتقول هذا من اللاعبين القادمين ان شاء الله لكرة اليد. اشكناني خامة الطيبة بصراحة، لاعب مميز، لاعب عنده مهارة. شوفني المقابي راح يعوض بكرة أيضا، لأننا متعودين على المقابي في الهروب في المهارة الفردية. ومحمد حبيب المقابي، محمد حبيب الضغط، كمل الكرة حق ناصر، يلا يا ناصر عاد، خلاص يا ناصر خلاص، برافو يا الخبرة، يا الخبرة، برافو يا الخبرة، يا سلام عليك، شوف التوصيل الكرة، هذه كرة يد من الجناح للجناح، واللي يفهمني من الجناح للجناح مو انه توصل الكره، لا 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 لا، اللي يسجل الجناح للجناح، يعني الجناحين يسجلون، الباكات يسجلون، لاعب الدائره يسجل، السنتر هني تفوز، هني تفوز. نشوف دفاع المتقدم 3-3 اشكناري، السلام عليك، يا سلام عليك، لكن فهد قراها قراها قراها، قاريها قاريها فهد، قوم يا فهد، قوم قوم يا فهد، ما فيك شيء، الكره لك، برافو يا فهد، شوف حافظها هني فواز الملة، فواز الملة قاتل على هذه الكرة، ما شاء الله عليك يا فواز، لكن حارس مرمى، ترجع الكرة، 6 دقائق، 6 دقائق، تقدم غتساوي على القرين، مباراة مهمة. شوف الطريقة ايش راح ينفذ، تبادل مراكز، راح يكون الضغط للجناح
هاي راح يكون الضغط للجناح للجناح للجناح. ما دخل محمود، ما دخل محمود. قال اوه لكن صاح الصفار. سريعا الجناح. اوه فهد يا فهد تعبت، وانا اقول فهد يا فهد 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 فهد. الجماهير تقول فهد يا فهد. في دقيقتين، في دقيقتين. شنو اسبابها، شنو اسبابها يا جاسم؟ هل تمثيل؟ يعني كان اشوف انه فيها تمثيل. يقول هاي ثاني دقيقتين على فكره محمد حبيب، ثاني دقيقتين دير بالك يا وليد فيروز، ثاني دقيقتين. وشوف الكره هنا وهدف، هدف هدف هدف. الجيلاني، الجيلاني يصوب. شوف نقص العدد، استغل نقص العدد، استغل النقص العددي. نتيجة 20 القادسية 18. شوف لاعب الدائرة نقص من غير حارس مرمى. القادسية عدم الاستعجال. عبد العزيز اليحيوح يا المقابيا ما في المرمى فاضي. يقول له طلعت طلعت، يقول طلعت منك يمه، طلعت الكرة. هنشوف راح يصير. ها هل في خطأ فني؟ التحكيم صاير، صاير في دقيقتين. ناصر حاول انه يدخل او يطلع. في دقيقتين خلاص ناصر، يعني ناصر خلاص لا يمكن يعني يستقصدون اذا انت لامست الخط. خلاص دقيقتين تقبل القرار. دقيقتين ناصر بخضرة. نقص طبعا راح يكونون خمس لاعبين، في لاعبين اثنين لاعبين خارج الملعب. نشوف ناصر بخضرة هني. التمثيل 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 التمثيل. شوف واضحة 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 التمثيل والنقص العددي. خمس لاعبين من غير حارس مرمى، هل يستطيع القادسية يسجل؟ يا سلام عليك يا المهدي. في عاقة، في عاقة لو ما اخذها المهدي. راح يسجل لو ما اخذها المهدي حسن. خلينا نشوف القادسية، شوف الطريقة راح ينفذ المقابي. ما فيها شيء، ما فيها شيء يا المقابي. عطاك حكم فرصة انك توصل لستة متر وتصوب. اربع لاعبين شايف، كمل. هذا المحترف لكن لامست الخط. شوف يعني انت محترف نيفن، انت محترف يا البوسني. يعني هذه كرة سهلة. اصبح خمس لاعبين، اصبح خمس لاعبين. كان دايس على الخط، استلم الكرة بالهواء لكن دايس على الخط. وهذه الكرة دخول خاطئ، دخول خاطئ. عوضها عوضها محمود، عوضها بالدفاع. هذا الجيلاني دخول خاطئ. شوفيني دخول الخاطئ. ابرم شوفيني شوفيني شوف صايدة. حتى الكاميرا اللي فوق صايدتك، حتى الكاميرا اللي فوق صايدتك يا محمود يا علي. تبارك الرحمن. طب بعدين يقول احسدكم، ماني حاسدكم، لكن ما شاء الله تبارك الرحمن تصوير رائع. كل شغل يعني اللي قاعد اشوفه ما شاء الله، يعني في متعوب عليه، اقول متعوب عليه. كرة اليد غير هالمره، مو بس بالاحتراف، ايضا بالتصوير وبهالهدف هذا وبهالهدف وبهالهدف. شوف شوف محمود، محمود محمود يا محمود. شوف المكسب نادي القادسية بهاللاعب هذا. شوف شلون خذ فاول، كرة واحدة لامس الخط وخذ الكرة
والكرة الثانية دخول خاطئ لصالحه، والكرة الثالثة سجلها. ما استفاد القرين، تصور القرين ما استفاد من النقص العددي. القرين لم يستفيد. رجع دفاع 5-1 الغاتسية بعد ما كان يلعب 3-3. مبارك دحل على الدائرة، صوب صوب اوه بالغام، لكن فات. بعد شوف التصويب من بعيد، لكن فهد برافو يا فهد. فهد 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 من حراس مرمى طبعا منتخب الشباب، ونتمنى لهم التوفيق. واحنا نذكر اني تصديات حارس مرمى من 27 كرة 9، فهد صدى لاني 26، 5 كرات من 26. الجرين كمل 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 بيدك الشمال، وخذ رمية جزاء، رمية جزاء. حسن المهدي، حسن المهدي شوف بذكاء في مسك يا مشعل، في مسك في مسك ورايح، شوف مسك مسك خلاص، هده هده. محمد حبيب راح يعوض الدقيقتين، عوض الدقيقتين، عوضها عوضها عوضها. محمد حبيب ما راح يلعب بالهجوم، اتوقف بالدفاع، ها ما راح يلعب بالفعل، برافو ما راح يلعب، لان اذا اخذ دقيقتين خلاص ما راح يكمل. وهذه واعتذار طبعا، اعتذار لحارس مرمى الكبير عبد الله الصفار من محمد حبيب. 5-1 الطريقه الدفاعيه، فارق 4 اهداف القادسيه، 22-18. شوف طريقه في دفع، يقول في دفع سويلم، قال لك يا مبارك، قال لك دقيقتين يا مبارك، دقيقتين دقيقتين دقيقتين. لاعب المحترف يعتذر مبارك طبعا، اعتذار. شوف شوف الدفع يا مبارك، واضح واضح. دقيقتين، شوف النقص العددي، يعني شوف نادي القادسية اتوقع خذوا النقص عدد الدقيقتين اكثر من نادي القرين، بس ما قاعد يستفيد القرين. الجيلاني خلينا نشوف الكرة هذه كمل، شوف 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 ليش ما وصلته حق الجناح حق دحل. مبارك لا اترك هناك يا اشكناني، انت لاعب ممتاز يا اشكناني. شوف هني دور، لما انا اقول لاعب لازم يتعلم اللاعب الخبرة، يعني انت مفروض اشكناني انك توصل كره حق الجناح، هذا انك راح تتعود على كره اليد كذي. ان شوف الايقافات 5 ايقافات، يعني 10 دقائق في نقص في دفاع نادي القادسية، ومره واحده في الجرين طبعا. فاز 6-0، نزول محمود علي على الدائره 4-2، رجوع مره ثانيه في نقص عددي طبعا، حارس مرمى خارج المرمى. المقاب يا سلام يا المقاب، شوف ما استلمته خلاص يا، لا تنطر يا المهدي، انت ما استلمت الكره، ارجع. كره سريعه، مشعل مشعل يا مشعل يا مشعل يا مشعل يا مشعل يا سويلم، وبرافو برافو محمد العربيد. شوف مشعل برافو يا العربيد، هني كرة، ارجع ارجع، لا تفكر ان الحكم يصفر. شوف دحل وصل كرة حق الخبرة، مشعل مشعل بخبرته، شوف مشعل يا سلام يا مشعل، برافو برافو. هدف 22 القادسية 19 القرين، ندخل على الدقيقة 13. محمد حبيب، عبد العزيز مفتاح هاللاعب، عبد العزيز يكون مفتاح، والمقابي ما فيها شيء ما فيها شيء. تصدي حارس مرمى كبير، اسمع عبد الله صفر، الكره سريعه، اوه يا الجيلاني اوه يا الجيلاني اوه يا الجيلاني. امامك فهد، حارس مرمى منتخب الشباب يا الجيلاني، يبونك عون يا الجيلاني، يبونك عون يا الجيلاني.
استعجال. شوف الكرة هذه المقابي عطاك فرصة الحكم تسجل المقابي. شوف التصويب بالاستعجال، شوف التصويب بالاستعجال. راح ندخل على 15 دقيقة، انتصف الشوط الثاني، تقدم قد ساوي، فارق 3 أهداف، تبادل مراكز. شوف الكرة هذه عبد العزيز، ضغط لكن في عاقة، في عاقة واضحة. عبد العزيز سالمين لاعب متمكن، لاعب عنده مهارة فردية. دفاع 6-0، تصويب، التصويب بالدفاع، وترجع حق محمود. وين يا محمود؟ محمود علي الصعبة سجلها والسهلة ضيعها، وترجع كرة مشعل سويلم، مشعل يا مشعل للدائرة، ما فيها شيء، يقول ما فيها شيء، فاست بريك سريع. محمود راح يعوضها، عوضها 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 عوضها. محمود يا محمود يا محمود يا ولد علي، يا محمود يا محمود. طبعا محمود علي هدف رقم 23. هذا الفاست بريك بالإعادة، محمود طبعا عمه سالم محمود وعبد العزيز محمود نجوم نادي السالمية، وسالم محمود حارس مرمى كبير، ومحمود طبعا إداري في كرة القدم. الجيلاني إلى الدائرة، الجيلاني الجيلاني، يعني شوف أخطاء الفنية هذه واضحة. شوف 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 ثمان لقرين، وهذا الهدف. أو وين 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 وين، كرة سهلة والله، ما تضيع منك هالكرة يا العربي. العربي أضع هالكرة هذه، كرة سهلة. شوف كثرة الأخطاء، لما نشوف كثرة الأخطاء بالتصويب على 6 متر والاستعجال، هذا الحاصل. النتيجة الغاتسية أيضا مستعجل، لكن حراس المرمى اليوم قادرين يتصدون للكرات داخل منطقة الستة. أيضا داخل منطقة الستة، خلينا نشوف الكرة هذه، تبادل مراكز. محمد حبيب، هل راح يخلص محمد حبيب؟ راح يخلص محمد حبيب. الله يا محمد للدائرة، ما استلم ما استلم اليوم، يعني خلينا نشوف الكرة هذه، وفي دفاع ورمية جزاء، رمية في دقيقتين. المقابي رقم 15، خلينا نشوف المقابي، المقابي ولا ناصر؟ اتوقع المقابي، خلينا نشوف، خلينا نشوف، خلينا نشوف اللاعب. هل نشوف من اللي طلع؟ اتوقع المقابي رقم 15، رقم 15، رقم 15. شوف هذا رقم 15، رمية الجزاء. هذا المقابي، احمد المقابي 23، هل راح يكون رقم 20؟ هدف رقم 20 للجيلاني، وهدف على سلمان مزعل. رقم 20، هدف رقم 20 من الجيلاني، رقم هدف رقم 20 للجيلاني. هذا الجيلاني رقم 39، 23. القادسية راح ندخل على دقيقة 18، نقص العددي. سالمين نقص العددي، هل يستغل القرين نقص العددي؟ نشوف سالمين. اوه يا محمد، اوه يا محمد، اوه يا محمد، يا حبيبي يا حبيبي يا الحبيب، برافو يا محمد، برافو يا محمد حبيب. شوف التصويب من وين، محمد حبيب، برافو يا محمد. النقص العددي، هل يستغل القرين؟ هنشوف. الجيلاني الى الجناح، لكن صلبوخ يا صلبوخ يا صلبوخ، وين 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 وين, وين الكرات السهله؟ وليد يقول هدوا،
وليد يقول هدوا. نقص عددي في صفوف القادسية لم يستغله. خلينا نكون واقعيين، 12 دقيقة القادسية مساعة شفنا 10 مرات، 12 دقيقة 11 مرة صارت 12 دقيقة. هذا النقص العدد وهذا كابتن وليد فيروز. شو يفكر فيه؟ هل يفكر بنفس لعبة السالمية يا ترى؟ هل راح يقول كنا فايزين بفرق 4 وانقلبت النتيجة؟ راح يكون حريص أكيد كابتن وليد فيروز مدربنا الوطني. تنظيف أرضية الملعب، الجماهير لا تساوي أمامكم، ينادون القادسية ويقولون هلا غتساوي هلا. هذا لاعب الدائرة عبد الله العطية، وأيضا هناك الدائرة محمد العربي، هذا الكابتن رادكو مونتينيغرو. شوف أرضية كلها ماي واضحة، لكن والله أرضية ممتازة، أرضية ممتازة. شوف هني محمد حبيب ويا جاسم، كان معصب مساء محمد حبيب، ليش طردتني يا جاسم يا سويلم يا حكم؟ وشوف هني الابتسامة، الابتسامة بين محمد حبيب وجاسم سويلم. وآخر 12 ثانية، آخر 12 ثانية، 12 دقيقة، آخر 12 دقيقة و35 ثانية النقص العددي. كرة اليد استقل النقص العددي في صفوف الخصم خاصة بالدفاع، يعني لازم يكون عندك أكثر من تكتيك. شوف الأرضية هني، الأرضية تلة أكيد سلامة اللاعبين. هذا أحمد مطوع، أرضية الملعب. هذا بعد اللقطات الجميلة هني، الطلقة مشعل سويل من الخبرة، هني المقابي أحمد مقابي. شوف اللقطات الجميلة هذه، وهذا دحل خبرة، لقطات جميلة. ونرجع ما تبقى من زمن الشوط الثاني، المقابي بخضرة 6-0 دفاع سالمين، سالمين سالمين يا سالمين يا سالمين يا سالمين. رمية جزاء، لاعب متمكن، لاعب عنده مهارة فردية، لاعب يدور الثغرة. من اللي فتح له الثغرة؟ اللي فتح له الثغرة، شوف اللي فتح له الثغرة عبد الله عطية مع محمد حبيب، تبادل بالمراكز ودخوله هو محمد حبيب. يا ترى يا يا محمد يا محمد يا محمد يا حبيب الغدساوي، يا محمد يا محمد يا سلام. عيدوها خلينا نشوفها، شوف الفن، شوف المهارة، شوف المهارة بالفن. شوف الله 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 الله. انت راح بهالرمية راح تكون انت حديثنا اليوم، راح تكون حديث الجمهور الكويتي بهاي الرمية الرائعة بصراحة. والجيلاني، الجيلاني يعني هل الجيلاني موجود؟ انا ما راح اتكلم، هل الجيلاني موجود؟ اخر 10 دقائق، 25 القادسية، هذا الجدي، هذا موجود لكن ما صوب. شفت الشوط الاول لما المدرب يعني رادكو كان حالة غضب، قال له شوت وشوت وسجل وطلب وقت المستقطع المدرب. حكامنا طبعا فيصل، حمد فيصل وحسين تقي. شوفوا شوفوا العصبية، خلنا اترككم مع المدرب، اترككم مع القرين. Outside, come to the middle, okay? Arbit, from this position, run outside. Prepare for shoot. You, this is for you. He make pass for you from this wide position, okay? May cross to Gila. Gila cross with you.
Okay? After this pass. Okay? Just wait. Yes, wait him to shoot. You understand? He crosses you, you make pass. سمعتوا الكابتن رادكو قال له شوت، يقول له تعال مندفع وشوت. يعني الخطة واضحة ان مفروض ديفن يعني ما شاء الله عنده قامته طويلة يعني وصوب، مفروض انه يستغل هذه القامة الطويلة وبتصويباته. وخلنا نشوف 5-1 دفاع، خلنا نشوف النهاية. هذا اللي أنا قلته. أنا مو ساحر، ماني ساحر، لكن هذا اللي سمعته من المدرب، قال له تعال وشوت، تعال وسجل وشوف من وين سجلت أنت يا كابتن، يا نيفن مينس من 10 متر، سجل وصوب. والهدف رقم 21، 24 الغاتسية، 21 القرين، وآخر 10 دقائق. 10 دقائق مهمة، القيادة مهمة، الخبرة مهمة. هنشوف محمد حبيب يا محمد بالبلوك، وترد له السلام عليك يا محمود، يا محمود يا علي، لا محمود علي رقم 11، محمود علي ردت إلى الجناح. شوف محمود، يا سلام عليك يا محمود. هذه كرة سريعة، الجدي الغائب الحاضر في صفوف القرين، محمد الجدي، هذا الجدي، محاولة الهروب لكن في عاقب، محاولة محمد الجدي، اختراق الدفاع. فهد أنت نجم يا فهد اليوم. هذا اللاعب شوف يعني ماني متكلم بصراحة، أنت لاعب محترف والله عليك يا المقام. شوف يعني لاعب محترف، يعني معقولة؟ شوف ما أدري شو أقول عن هذه الكرة بصراحة يا البوسني. شوف الكرة مقابي، شوف هني المقابي، الاختراق والهدف يسجله المقابي على فهد العميري، والنتيجة 27-21. شوف الكرة، هذا التصويب، يا سلام عليك، برافو. شوف المهارة الفردية، شلون الدفاع يعني تاركينه خلاص، قالوا له روح سجل وسجل، برافو. هدف رقم 22، برافو. الهدف الدوسري بجناح بمهارة فردية، دفاع 6-0. سالمين مقابي، محمد حبيب 4-2. عطها إياه، سلمة، يا سلام عليك يا المقابي. متعة كرة اليد من الفنون، هذا اللب الجميل، فنون غدساوية. الجيلاني يعني محترفين، دائما احنا نطالب المحترفين انه يعني يعطي اكثر، يراوينا متعة كرة اليد. طلب وقت مستقطع، عصبية مدرب القرين واضحة، خروج اللاعب المحترف اللي هو نيفن كابتن وليد. نسمع شو يقول كابتن وليد. اسويها صوب منهم ناصر يطلع هني، بعدين انت تكسر حاجز. ايه انا وين اروح؟ انت تروح من يطلع ناصر يحجز حالك، تطلع انت هني تروح بالسنتر، لا تروح على العرض هذا، روح هني العب ويا دير، هذا ضامن العب ويا دير او العب وياك. هاي
اهداف ابو المستقطع. فارق 6 اهداف القادسيه. ما استغل القرين النقص العددي. ما استغل. هذا محمد حبيب. حبيب حبيب. لاعب لاعب ممتاز الجيماز. راح يلعب 4-2 على الدائرة. النزول ناصر بخضرة. هنشوف هل نزول صالح على الدائرة وفارق 6 أهداف. راح ينفذ الجيماز الخبرة على الدائرة أم ناصر بخضرة. نزول على الدائرة الجيماز أم ناصر بخضرة وعلى الجناح. خذ يعني أنا أتكلم عن نقطة ما يخالف اسمحوا لي لكن خلينا نشوف الهجمة هذه. البناي الجدي ما فيها شيء. الجدي ما فيها شيء. الجدي خلاص. ناصر إلى الجناح. الجناح عوضها 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 عوضها. يعني اللاعب اللي هو 57 يعني هو سعود نواف. من اللي كان يلعب هناك؟ كان محمود علي. ما أدري هل أصيب محمود علي؟ كان ماشي وقاعد يسجل أهداف استبداله. هني اللاعب الاحتياط يختلف عن اللاعب اللي كان يلعب أساسي. حرارته تسجيل الأهداف محمود علي. لكن عوضها أسعود. من التوفيق إن شاء الله. وهذا البناي عيسى. حمادي أتوقع زول. هذا الحمادي إلى الدائرة. خلاص فاست بريك وخلاص. يعني امتلك القادسية الملعب. امتلك نادي القادسية الملعب يا كابتن. اطلب وقت مستقطع بعد الفريق. تعالوا ايش قاعد يصير؟ كنتوا ماشيين فرقة. طلب وقت مستقطع. طلب وقت مستقطع. يعني الوقت المستقطع نطلبه كابتن وليد. شوف العصبية. خليني انا بعد. Again, three mistakes in attack. Why? Honey, you go there. Okay? Can we play what I say? Please, normal, say, pay, left, plus, okay? Come before outside. Isa, attack on the middle, on the panel, and then cross, okay? Honey, wait 1 second. When you see me come here, يعني كلام واضح. مو هذا الكلام اللي قلت لكم. مو هذا الكلام اللي أبيكم تطبقونه داخل الملعب. اللعب الفردي ابتعد عن اللعب الفردي. في خطة. نعم واضح. أشوف من غير محترفين طبعا نادي القرين. طبعا تأخير يعني أيضا يعني عبد الهادي أشكناني لاعب السنتر خروجه يأثر أكيد لأنه لاعب ممتاز. لاعب رائع ما شاء الله تبارك الرحمن. لاعب ذكي جدا. نشوف الكرة هذه. هذه الأخطاء طبعا. أوه قلت لك لاعب ذكي. لاعب ممكن ممكن أنه يخترق الدفاع. شوف اللعبة. ناصر الدوسري راح يطلع من الجناح. نعم طلع. راح يلعب 4-2 أم يخترق. البناء يكمل. في دقيقتين في كان في قرار ام في دقيقتين في قرار. شوف خلينا نشوف نشوف الصورة. حكمين مع بعض. الحكمين مع بعض. حكمين في كرت حمر. كنا في كرت حمر. في كرت حمر دائما. خلاص مبارك. خلاص لا تاخذ كرت ازرق يا مبارك. خلاص انت فايز يا مبارك وعندك كرت حمر. اطلع لا تاخذ كرت ازرق توقف لعبتين. خلاص شوف يعني خاصه اللاعب. شوف الرقابه على مبارك ايضا. انا قاعد لازم تصير رقابه. اذا مبارك سولفت او تكلمت الحكم راح يعطيك. شوفه شوفه يا مبارك. في مسك يا مبارك. في مسك واضحه. ارجع البيت يا مبارك اليوم وتالي الليل اقعد شوف المباراه. راح تقول صح كرت حمر. كرت حمر. هذا كرت حمر. مبارك القادسية. القرين لم يستفيد من النقص العددي. إلى الجناح. الجناح ودخول. لكن وين الجناح يا محمد؟ يا العنزي دخلت. هذا محمد العنزي.
وهذا فهد صلبوخ. كم أنت رائع اليوم يا صلبوخ. فهد صلبوخ ما شاء الله عليك يا فهد. يعني هل هو استسلام؟ أكيد أنا بالنسبة لي أقول استسلام بدون لاعبين محترفين، خلاص قاعد يعطي فرصة اللاعبين المحليين ممكن يأدون أكثر. يعني ما شفنا الجيلاني بصراحة، ما شفنا الجيلاني، خلكم نكون واقعين. صالح المقابي، المقابي لصالح. يا سلام يا صالح لأبو خضر. هوائية، توقع هوائية، هوائية هوائية محمد يا حبيبي، يا حبيب القادسية محمد، حبيب حبيب القادسية. شوف أبو خضر وشوف التفاهم، يا سلام عليك يا محمد حبيب، شوف تفاهم. حاول العميري، حاول العميري، افتح الفارق. اوه الحمادي، هذا الحمادي، الحمادي هذا الحمادي، هذا الحمادي عبد الله الحمادي يسجل الهدف رغم 23. فتره طويله القادسيه. شوف التبديل هنا، كابتن وليد، كابتن امجد، خلاص القادسية يتوقع يعني فارق مريح، فارق مريح. اليحيوح، هذا رقم ثلاثة اليحيوح، محمد اليحيوح. صالح الجيماز، لعب السلبي، خلاص لعب سلبي، صوب يا تصوب. شوف يا أن تنحسب عليك ترجع لك عكسية المقابي. صالح، ويا صالح، وين يا صالح الجماز؟ العميري، الحمادي، مشعل سويلم إلى الدائرة، ورمية جزاء، أنا أقول رمية جزاء. برافو لأحمد، واضح يا أحمد، رمية جزاء. شوف بالإعادة، واضح من وين مدافع أنت يا عبد الله عطية، من راح ينفذ هذه الرمية؟ هدف، برافو برافو، هدف ناصر الدوسري. ناصر هم فر لك كرة، ناصر هم فر لك كرة، ناصر حلو يا ناصر الدوسري. خلاص يعني نقول مبروك لنادي القادسية نقطتين، ونقول هارد لك الجرين. كرة مع الجيماز، هوائية لكن هوائية، لكن لامس الخط، لامس الخط اليحيوح، لامس الخط اليحيوح. خلاص ثواني والنتيجة 31. طبعا بعد هذا اللقاء راح يكون هناك لقاء قوي، لقاء بالقمة بين العربي والسالمية بقيادة معلقنا الكبير الأستاذ جاسم الذياب. نشوف نهاية هذا اللقاء، ثواني المتبقية، تفوق قدساوي على القرين. أشكناني، أشكناني يقول يعاقب. خلاص أتوقع هل راح يسجلها، بيسجلها ولا ما يسجلها؟ الشمالي الجناح ودخول وهدف. خلاص عزيز نقول مبروك لنادي القادسية تفوق على القرين بنتيجة 31-25. مبروك للقادسية وهارلك للقرين. أعزائي المشاهدين، خارجع معاكم الاستديو التحليلي مع زميلي عبد الله النوري وضيوفه في الاستديو التحليل كابتن علي المذن والدكتور محمد السماج، وكل أمل أن ألتقي معكم في لقاءات قادمة إن شاء الله. تقبلوا تحياتي، كان معكم عيسى عبد القدوس. تفضل كابتن عبد الله.